أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Game، ورجعت لكم اليوم بفيديو لPKXD. إذا بتحبوا هاي اللعبة لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات. في تحديث جديد لهاي اللعبة، أنا حدثت اللعبة ومتحمسة كتير أشوف شو هو هذا التحديث الجديد. أول إشي من بداية عم بحكي لي أحضر دعاية عشان أخذ فلوس. أوكي هحضر دعاية هلا، أيني أخذت الفلوس بعد ما حضرت الدعاية، وعم بيقولوا لي إنه أنا التحديث الجديد إني بقدر أغير اسمي، يصير عندي اسم نيك نيم، أي اسم بدي إياه. أنا هذا هو اسمي، ما رح أغيره، AY Games، وعندي هذا هو الرقم. شكله هذا هو التحديث، ما في إشي تاني، بس اليوم بدنا نعمل قصة في هاي اللعبة، فتابعوا الفيديو عشان تشوفوا شو هي القصة. أنا بدي أطلع وألعب وأستمتع، بس هم حكولي إنه لازم ألبس كمامة عشان أقدر أطلع من البيت، بس أنا ما بحب الكمامة أبداً لأنه شكلي بيكون فيها مو حلو، وكمان بحسها مشوباني ومو قادرة أتنفس ومو عارفة أحكي. عشان هيك أنا ما بدي ألبس كمامة، وبدي أروح على المدينة وأستمتع بحياتي وأعمل كل الأشياء اللي نفسي فيها، وما بدي ألبس كمامة. أنا شايفة إنه في ناس كتير لابسة كمامة، بس أنا مش فارق معاي، أنا ما بهمني إشي. بدي أروح أشتري لي آيس كريمة، يام يام، أنا كتير بحب الآيس كريم. شريت هاي الآيس كريمة وبدي أكلها عادي حتى لو هي كتير باردة، مش مهم. يامي، كتير زاكية طبقتين، بس لسه ما شبعت لأنه كرشي كتير كبير. آيس كريمة واحدة ما بتشبعني، بدي أشتري كمان آيس كريمة. يامي، أخيرا هيك هاكل كمان وكمان. أشتري كمان ولا بكفيني؟ بلاش أنصح أكتر من هيك، خليني أتعرف على حدا وألعب معه، أنا ما بحب أترك مسافة أمان بين الناس. ياي هذا الولد زيي مش لابس كمامة، بدي أتعرف عليه وأقول له يلا نلعب مع بعض. رح أعمل له وجه، في كتير ناس عم يعملوا إيموا إيموا، مش عارفة أركز من أصواتهم. هيني عملت له وجه، عمل لي وجه كمان. أنا ما بحب التباعد، ما بحب أبعد عن الناس، بحب أقرب عليهم وأحكي معهم وأشوف وجوههم، ما بحب يكون في كمامات. أوه أنا هيك كتير مبسوطة، بس لازم أجمع فلوس. رح أروح أشتغل شوي عشان يصير معي فلوس وأقدر أشتري آيس كريمات كمان. كمان هاي البنت لابسة كمامة، الكل لابس كمامات، بطلنا عارفين شكل وجوه الناس، بس أنا عند مبدئي ما رح ألبس كمامة. ورح أجمع هدول الفواكه عشان يصير معاي فلوس وأقدر أجهز أشياء وأشتري بيت وأشتري ملابس وأشتري آيس كريم قد ما بدي. رح أجمع الفواكه بسرعة بسرعة بسرعة. هدول الأناناسات، أنا صرت شاطرة بتجميع الفواكه. وأشوف وين في كمان أناناسات، هناك في أناناسات على الشاطئ بستنوني أجمعهم. وين كمان في؟ هاي هون في كمان. هيك خلصت أنا الأناناسات كلهم، وضايل علي البطيخات وهاي الفاكهة الاستوائية اللي قلتوا لي هي مانجا، أظن إنها مانجا. رح أجمعها وأشتغل وما رح يصير لي إشي. بتشوفوا أنا ما رح أمرض ولا رح أتعب، هاي الكمامة سخيفة ما لها أي فايدة، ما رح يصير لي أي إشي. رح أضل أجمع وأشتغل وأضل أشتغل وأشتغل طول اليوم عشان أحاول أجمع الرقم 40,000 ولا 100,000 ويبطل بيتي فقير، يصير بيتي غني. فرح أضل أشتغل وما حلبس هاي الكمامة لحد ما أجمعهم كلهم. إيش ضل علي؟ ضل علي البطيخات. وين البطيخات؟ وين راحوا؟ مش بيكونوا هيك مرميين على الأرض؟ بس أنا مش لاقياهم. وين راحوا البطيخات؟ وينهم؟ آه هايهم، رح أجمعهم بسرعة. يلا يا ركون يا ركان، لازم أغير اسمه، أكتب له ركان فوق راسه، بس مش عارفة كيف، بس هشوف طريقة تغيير اسمه وأغير له اسمه. وأخيرا قربت أخلص البطيخات، لسه ضايل شوي وبخلصهم. وينهم؟ وين راحوا؟ هيهم هيهم هنا. آه أخيرا جمعتهم كلهم. ضايل أربعة، هدول رح أجمعهم. وهيك أنا جمعتهم كلهم وحريه أعطيهم لهذا العمو. حتى هذا الولد لابس كمامة، الكل لابس كمامة إلا أنا، أنا مش خايفة لأني أنا عادي، رح أضل ألعب ما ألبس كمامة. وهاي البنت برضو لابسة كمامة، أنا الوحيدة أنا وهداك الولد مش لابسين كمامة. أوه أنا ضغطت عليكي بالغلط، أنا بدي أضغط عاد. روحي مش قصدي أضغط عليكي. هيني ضغطت عليه ورح يعطيني الفلوس. وهيك أنا بعد ما جمعت هاي الفلوس بدي أروح أتسابق وأستمتع، وكمان برضو حدخل السباق بدون كمامة وعادي لو لعبت مع الناس وقربت عليهم مش مهم، المهم إني أنا ألعب وأستمتع بدون ما ينكتم على نفسي ووجهي الجميل يتخبى بكمامة غريبة. فرح أدخل على السباق. في ولد برضو لابس كمامة،
وفي بنت كمان لابسه كمامه بالشارع، كمامه باللعبه، كمامه. انا عرفت الكمامات، انا بدي اعلن حرب على الكمامات ورح العب بدون كمامه. وهيك انا عمالي استنى ادخل السباق، معاي هذا الولد جامارين، ومعاي البنت فونيفيا فوفينا، مش قادر اقرا اسميهم. انا كنت فاكره اي واي جيمز غريب، طلع في اسماء اغرب مني. انطلاق الى السباق، بام 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 بام. واو، يا سلام يا سلام يا سلام، انا متقدمه. شوفوا القفزه، شوفوا المهاره. احس انه هذا، يا سلام. لا يا ولد، انا بدي اسبق. شوفوا الولد وين صار. لا يا بنت، لا عم بسبح. رح استنى مع هاي البنت هون، بركي طلعنا. لا هاي الولد عم بخبط راسه. تا لا، هي راحت المهاره. الولد عماله يركض، بس مش مشكله، هذه لسه في امل، في امل ينخبط راسه خبطتين وانا افوز عليه. في امل. تا 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 تا. لا ما تكونش، الحمد لله زبط. هجوم الى المي، سباحه. الولد عم بسبح كمان، اذا شايفينه هو على الطرف هناك عم بسبح. مين رح يسبح اسرع، انا ولا هو؟ قربنا نوصل. لا لساته ما دخل. بدي اقفز انا ولا انت؟ انا مين اللي فاز، انا ولا هو؟ انا حاسه انه انا اللي فزت، انا ولا هو؟ مش عارفه، بدي اشوف لو هو اللي فاز في المركز الاول. ليه كنت حاسه حالي قفزت قفزه وتقدمت عليه؟ بدي اعيط احكي له انه انت هيو رايح يشوف انه هو اللي فاز. انا بدي اعيط. استنى لازم تشوف دموع الخسران. اشوف البنت هذه ايش وضعها، ايش شعورك؟ معصبه؟ انا كمان معصبه. طب انت ليش بتعيط؟ انت فايز. انت ليش بدي افهم انت ليش بتعيط؟ ايوه اضحك، انت فايز اضحك. انت ليش بتعيط؟ انا اللي بعيط وهي معصبه مقهوره لانها في المرتبه الاخير، معها حق والوجه تاعها منطقي. اما هو فايز وبعيط؟ ما شفت زيك، ولا هي دموع الفرح؟ الناس في ناس بتعيط لما تنبسط. فزت. فزت. في ناس زي هيك على فكره، بس غريب بس عادي. على كل، انا بدي اكمل استمتاعي في اللعبه، وبدي اسبح كمان وامتع نفسي، وخليت عين الكمامات لابسين كمامات وكاتبين على نفسهم. يا سلام في يونيكورن، استمتع هيك واتشمس في الهواء، والهواء يلمس وجهي ويلمس شعري وانا مستمتعه وعم بتشمس. بس حاسه حالي تعبانه شوي، مش عارفه، حاسه حالي تعبت معقول من السباق ولا من تجميع الفواكه؟ خليني ارتاح على هذا الكرسي لاني عن جد حاسه حالي تعبت. راح ارتاح على الكرسي واتشمس برضه. بتعرفوا الواحد يعني انا شقره، لازم اتشمس، شعري اصفر، لازم تعرفوا الناس لازم اتشمس. انا ابدا مش يعني محتاجه تشمس عشان شوي اخذ لون، مع انه في الواقع مش هيك ابدا، بس باللعبه لازم نتشمس زي الاجانب، بنضل 24 ساعه نحاول ناخذ لون. ما علينا. بس عمالي احس بتعب، مش قادره امشي، حاسه حالي تعبانه، حاسه بتعب. ايش صار لي؟ ما كنت انا مبسوطه وكانت اموري كويسه. اروح ارقص اروح عن نفسي، مش قادره ارقص حتى، حاسه بتعب. كتير حاسه بتعب. حاسه معدتي قلبت، حاسه حالي مش قادره، بدي ارجع البيت خلاص. انا كتير تعبانه، ايش صار لي؟ معقول عشان ما لبست كمامه انا تعبت؟ معقول صار معي كورونا؟ معقول انا مرضت؟ يا رب ما اكون مرضت، بدي ارتاح فتخت. انا مرضت، انا مش قادره العب ولا قادره امشي ولا قادره اتحرك، حاسه حالي كتير تعبانه، حاسه انه هدول حشرات الخضر رح يطلعوا علي هلا في اي لحظه. بدي اغسل ايدي منيح واشوف لازم شكله البس كمامه. رح اختار كمامه البسها. للاسف الشديد شكله انا غلطت، ما كان لازم اطلع من البيت بدون كمامه. رح اختار قفازات البسها. شو هاي القفازات اللي تحت عليها يونيكورن؟ رح اختار هاي القفازات، شكلها حلو، ولما اجمع الفواكه هيك ما رح يصير على ايدي وسخ. وهلا بدي اختار كمامه، محتاره اي كمامه اختار، في كتير اشكال مش عارفه. بدي واحده حلوه لاني انا بكره الكمامه، فبدي اتشجع والبس واحده حلوه. البس هاي عليها قوس قزح ولا غامه، مو عارفه، ولا البس اشي عليه حيوان. ايش كيف بيكون شكلي كول يعني؟ ايش هي الموضه في اللعبه؟ احكولي ساعدوني. بدي اغير ملابسي كمان، مو عارفه شو البس. قلتولي لو البس بنطلون بيكون احلى، يعني في حدا حكالي البسي بنطلون بيكون احلى، بفكر البس بنطلون بدل التنوره.
بس ما بدي يطلع شكلي زي الأولاد. مش عارفة هي هاي البلاطين للبنات ولا للأولاد. خايفة ألبس بنطلون أبين هيك، لا أكون لابسة بنطلون أولاد مش بنطلون بنات. هذا حساس زي بلاطين الأولاد، ممكن ولد يلبسه. وهاي التنورة مش عارفة شو بناسب عليها، وهذا الشرط شكله غريب زي، وهذا البنطلون ما بعرف، كتير الملابس بتحير. وهذا الشرط مع الجرابات، الملابس صراحة عجيبة. وهاي عليها عظام، إيش ألبس؟ إيش ألبس؟ مش عارفة. نفسي تساعدوني، ساعدوني في التعليقات. أنا هلأ رح ألبس هيك أتهبل على كيفي، بس بدي بالتعليقات تحكولي أي بلوزة ألبس، أي بنطلون ألبس، وأي شعر أعمل عشان يطلع شكلي كول هيك في اللعبة، أطلع هيك مميزة. حتى لو غالي عادي أكتبوه، بس مش أبو 5000، لا هذا بعدين شكله بدلة، هذا اللي تحت أبو 5000 لا انسوا. يعني إشي يعني ماكسيمم أبو 1500 2000، أكتر من هيك ما بقدر. بعدين عشان ألبسه في اللعبة، أنا هيني عم بقيس ملابس ومش عارفة إيش بيناسب على إيش، مش عارفة إيش أقرر، مش عارفة هو للأولاد ولا للبنات البلاطين. رح أختار هذا البنطلون البنفسجي عشان أكيد يعني شكله بنطلون بنت، بس بدي بلوزة تناسب معه. بفكر أختار هاي البلوزة حلوة. بدي أختار كمامة، رح أختار كمامة نفس البلوزة. ما بعرف إذا هاي آخر موضة هيك تكون كمامتك زي بلوزتك، ولا هيك مش موضة، مش عارفة. في هيك شكل حيوان بس أو قطة، مش عارفة، بس مش حابة يكون شكلي حيواني. خلص رح أخذ هاي زي البلوزة. وبما إني مغيرة ومغيرة، بفكر إني أغير شعري كمان، لأنه برضو في ناس هكولي هذا الشعر الأصفر مش حلو. إيش رأيكم بهدول؟ حسا حلو هيك، قصته حلوة هاي القصة. في هذا اللي أنا كنت مخده، وفي هدول للأسف ما معي حقهم، 1500 هذا، بس حتى حساه مش واو يعني، بس لونه حلو، بس ستايله مش حلو. هاي القصة حلوة كتير، بحب هاي القصة. في منها أصفر بس مش حاسة الأصفر حلو. ليش هيك صار شكلي؟ هذا الشعر مش حلو أبدا، زي صوص المنتوف. إذا حدا شعره هيك، مع احترامي لذوقك، بس مش عاجبني. رح أخذ هذا، بس ليش هيك صار شكلي؟ صار شكلي زي اللعبة اللي على الغلاف صح؟ لا مش حلو هيك، بدي يكون شكلي مميز، ما بدي يكون شكلي زي اللعبة على الغلاف. هقول ان انا مش قادرة صراحة اكتر من هيك. بس انا هلأ مبدئيا صار عندي كمامة وكفوف، وهيني رح اصير اغسل ايدي دايما عشان ما يصيبني كورونا. هيني بغسل ايدي وبلبس كمامة وكفوف، وان شاء الله هيك لما اطلع والعب وما رح اتفلسف واحكي ما بدي كمامة، هيني مردت ورجعت على البيت ومش عارفة العب. فهيني لبست كمامة وكفوف. بس انا الشكل هذا شايفين، شفتوا نفس البنت اللي على الغلاف، مو عاجبني. بدي تكتبوا لي في التعليقات ايش يكون لون شعري، اي بلوزة البس، اي بنطلون البس. وبالفيديو الجاي رح البس اللبس اللي انتو بتحكولي عليه. واشوفكم يا حلوين بفيديو جديد. باي باي.